الاحتفالية لها رمزية خاصة، فهي الأولى التي تقيمها هذه المنظمة منذ بداية الحرب على سوريا. وبالتالي هذا بالنسبة لي أنا شخصياً اعتراف بقيمة المرأة السورية وبصمودها وبقدرتها على الخروج من المحن وعلى الوقوف جنباً إلى جنب مع ربيبها الرجل في بناء أسرتها، في الحفاظ على تماسك هذه الأسرة وأخلاقياتها والحفاظ على أجيال المستقبل. حبينا من هذا المعرض واليوم بالذات نقول أنه في فتيات ونساء كسرنا النمطية. كان دائما يقولوا في مهن حصرا للنساء ومهن حصرا للرجال، لا، بدنا نقول أنه المرأة السورية كانت نموذج يحتذى. كانت في عنا كثير من العديد من الرائدات السوريات، سواء كانوا يعني سيدات أو فتيات صغيرات، أعطوا نماذج يعني ترفع لها القبعة. يعني نحن كتير منفتخر إنه هالنساء كانوا ما استسلموا، ما يأسوا، قالوا لا نحن مستمرين. ومثل ما بتعرفي المرأة السورية لولاها ما كنا استمرينا كمجتمع سوري يعني أسرة سورية فقدت الكثير من الرجال أو فقدت المعيل للأسرة. فنحن اليوم منفتخر بالنساء السوريات، ومهما قدمنا هو يعني قليل لنعبر عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا. بسكونوا أكيدين إنه نحن مستمرين بالعمل وتقديم كل الخدمات للنساء السوريات. النساء السوريات لا يلزمهن أن يثبتن لأي أحد قدرتهن على الإنجاز. النساء السوريات هن بحاجة إلى أن يتوقف منعهن من الحصول على الفرصة. يجب أن يتم الابتعاد عن مسار المرأة السورية. سنرى ما رأيناه، هذا المعرض أبيض وأسود أمامكم يجسد ما تعنيه وما تقدمه وما أنجزته المرأة السورية في هذا الإطار. هذه الاحتفالية هي فقط لكي نقول أن الألم والمرض والقهر والسواد والظلام كله قد انجلى ببياض إنجازاتها وبنصوع قدرتها على العطاء.